أنا حكيت بحلقة الماضي كتير وصفات للشعر عن مية الرز، ركزت عليها كتير ودايما بضلني أقول مية الرز اللي هي واستعملوا مية الغسيل الرز. لما نغسل الرز الماي اللي ناخد مثل المية. النشا، الماي تبعه يعني مج مثل هيدا بنكبه على شعرنا وبنتركه. قد يعني ايه بقى نتركه؟ تركيه تركيه، يعني فيك تطلعي، فيك تروحي تعملي زيارات، تظهري من البيت وانت حاطه ميه الرز، ما بيأثر. فيك تغسلي بعد ساعتين ثلاثه، فيك تغسلي ثاني يوم عادي، بس ميه الرز من الاشياء الرائعه. اذا غلينا ورق الغار، ورق الكينا، ورق الجوز، البقدونس، البابونج، كله هيدا بيساعد كرمال الشعر. بعدين اذا عملنا ماسك، اللبن الزبادي مع ملعقتين زيت زيتون، فينا نعمل ماسك للشعر، فينا نعمل صبغات طبيعية. هيدا أنا شعري أنا ما بصبغ، صبغة طبيعية أنا ازاي بحط بقى؟ حنة مع اللبن الزبادي، صبغات طبيعية بحط أنا شخصيا بعملهم لإلي، يعني ملعقتين بن البن، يعني البن مع ملعقة كركم، بحط صفار بيضة لأنه البيض كتير بغذي الشعر. أكيد من لما نحط بيض دايما بنحط ليمون، شوي ليمون، ملعقة خل صغيرة، وزبادي، الزبادي كتير بغذي. والشعر الابيض برضو بيجيب معاه بيغطي نتيجه الشعر الابيض الصبغات مية الطبيعيه. بالمية بتغطي الشعر هو عاجبني الابيض حضرتك انت بتستعملي كل حاجه طبيعي سواء في البشره سواء في الشعر، مية يعني بالمية بتدي كده بوزيتيف انرجي فظيعه.